الحمد لله الذي أوقف سعادة الدنيا لمن أخلص الإيمان وأحسن العمل وتحمل كل ما اعترض سبيله صابرا محتسبا، فما وهن وما ضعف فكان من الفائزين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل قوتنا في اعتصامنا بحبله واستمساكنا بتعاليمه. ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله هدانا إلى أقوم طريق وأرشدنا إلى أن جزاءنا سيكون على قدر ما نسوق من عمل، إن خير فخير وإن شر فشر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله وسيادة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذا الشهر الكريم من كل سنة يحتفل العالم الإسلامي بذكرى عزيزة عليه تبعث فيه روح الأمل وتزكي فيه جدوة العمل وتبصره بالمسؤولية التي يتحملها أمام الله وأمام التاريخ. إنها ذكرى حادثة الإسراء والمعراج، هذه الحادثة العجيبة التي كان التصديق بها يومئذ يحتاج إلى مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الحادثة تشمل رحلتين عظيمتين، كلتاهما موعظة وذكرى لأولي الأبصار، إحداهما أرضية، وإليها يشير قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه المعجزة التي كانت متوقفة على أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لقد كان مركز الانطلاقة هو المسجد الأقصى، من هناك عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ليتلقى من الله تعالى مباشرة بدون واسطة الأمر بالقيام بالركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، الصلاة التي ننسلخ فيها عن ذاتيتنا وأنانيتنا ونقف في صفوف متراصة كأسنان المشط. الغني والفقير، العالم والجاهل، الشريف والمشروف، والسيد والمسود، الكل أمام الحق سواء. لا اعتراف لجنس ولا لون، ونعيش فيها مع الله بكل جوارحنا حتى كأننا نراه، فنخاطبه بقوله عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نتوجه إلى الله وجوبا 5 مرات في كل يوم، نتلو هاتين الجملتين ضمن سورة الفاتحة 17 مرة، وتزيد تلاوة حسب النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه قلة وكثرة. فجملة إياك نعبد تلزمنا بمراقبة الله سبحانه وتعالى سرا وعلنا، وتقواه في حركاتنا وسكناتنا، وامتثال أوامره في غدونا ورواحنا، واجتناب ما عنه نهانا، وإحلال ما أحللنا، وتحريم ما حرم علينا، وإقامة حدوده التي شرع لنا. فإذا لم نقم بما التزمنا به في قولنا أمامه عز وجل إياك نعبد، كنا بعيدين عن منهج الإسلام وعن الانقياد إلى الله والخضوع له. وجملة إياك نستعين إقرار منا بأننا لا نرفع أيدينا إلا إليه، ولا نستمد المعونة إلا منه، ولا نتوسل لأحد سواه في إصلاح حالنا ومآلنا. إننا لما أخلصنا العبادة لله بإيفاننا بما التزمنا به في قولنا إياك نعبد، اتحدت وجهتنا واتلفت قلوبنا، وكنا صفا واحدا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأصبحنا إخوان على صور متقابلين. اللهم أعد إلينا رشدنا، ووحد صفوفنا، واهدنا سواء السبيل. آمين، والحمد لله رب العالمين.